اه يا امي يا صلي امي انت صلي على صلي يا رب هون عليها وقومها بالسلامه يا رب سميحه خانم بدي عزبه سخني لي شويه ماء يا على عيني سميحه خانم ايش بكي تقبريني نادي لي الرويضه خانم يا امي شو بدك بالرويضه خانم يا امي ناديلا ناديلا ان شاء الله يلا يلا رح ناديلا صلي على النبي يلا ان شاء الله ان شاء الله فرجي فرجي فوتي سميحة فوتي شو فايق ايه والله ان شاء الله ولدتنا بيها شغول بالك عليها الله يسامحها وايما بالسلامة رويدة نبيها طالبة تشوفك ضروري شو بدها مني؟ ما بعرف بس قال لازم تشوفك ضروري ما بدي شوفها رويدة المخلوقة ولادة مثل ما بتعرفي الولادة بضل مفتوح قبرها 40 يوم يعني والله إذا لا سمح الله صار لها شيء وانتي ما عرفتي شو كان بدها منك والله ما رح تسامحي حالك طول حياتك الله يوفقك قومي معي آخ يا أمي أنا بدي برز انتي يا رويدة خانم يا سميحة خانم من شو؟ لا يا أمي لا يا أمي هلأ وقته ما حدا بيعرف شو بصير معه ماني ضامني عمري يا أمي وحدي الله نبيها لا إله إلا الله محمد رسول احكي نبيها شوفي لا معلم وضح اخي اخي بعهد الله يا جماعه شو هالحكي يو مثل ما سمعتوا وهذا اللي ببطنك وهذا الولد اللي ببطني مو وضح بيعرف هالشي هو بيعرف هالشي نبيها انت عرفانه شو عم تحكي ايه عارفه سامحيني سامحيني يا رويدة خانو لكان اللي ببطنك ابن مين؟ هاد الولد يا مو احكي لهم القصة يا مو احكيهم شو القصة نوري؟ احكي حسبي الله ونعم الوكيل القصة يا جماعة ظلمتك يا وضاح ظلمتك يا عمري أنا الحق علي كان لازم أعرف الحقيقة لحالي مبينة من ساعة اللي جابه وإجا باين إنه فيها إنا أنا كم مرة فهمتك وقلت لك لا تجيبي سيرة لحدا وحدي كان ضروري تفضحي حالك وتقولي الحقيقة لك آخ يا لك كتر خير من الجماعة فوق ما ستروا علي وقوموني ببيتهم يا أمي كمان بدي ألزق لهم ولد مو ابن هون لك ابني ابن حرام يا مو ابنك عاش بالعز والجمال مو أحسن ما يربى بلا أهل والرايح والجاي يده ويقول له يا ابن الحرام بكرة إذا إجا المعلم وضح من العسكرية شو بدنا نقله؟ لك ابن هو ليجي وضح يفرجها الله لك أمي اللي عم يروح على العسكرية بهالأيام لك ما عم يرجع لا يا أمو لا بعيد الشر يا أمي الله يرجع لأهله وحرمته بخير وسلامة يا أمي طول عمرك راسك يا بس لك يا أمو بكرة إذا عملت مثل ما بدك لك كيف بدي قابل ربي إذا عملت مثل ما بدك ومتت يا عمونك الله لا يوفقك يا أم نوري يا أمي لك ما جزاء الإحسان إلا الإحسان هيك يا أم نوري هيك بتعملي معنا هي جزاتنا بعد كل شيء سويناه معكم لك يا عم شو ما عليكي خير يا بنتي شوفي شوفي
لك شو كنتي عم تقولي لبنتك؟ لك أنا سمعت كل كلمة عم تقوليها، بس ماشي، بس ليرجعوا أهلي رح أحكي لهم على كل شي صار مشان يعرفوكي على حقيقتك. والله يا بنتي أنا مو قصدي، أنا كل همي استر على بنتي وعلى هالولد اللي جاي. مو قصدك ما؟ لك عم تتمني أخي ما يرجع وبدك تلزقينا ابن؟ استغفر الله العظيم. هلا مو وقتها يا أموري، بعدين بنحكي، لشوف رويدة الثانية عم تتوجع. سميحة خانو شو بكي؟ انتو فضلين علينا. هلا مو وقتها، انت هات شغلي بالك. انبسطتي هلا يا عمي؟ انبسطتي؟ لك يا عمي انا كل همي ابنك ما يعيش بالسن بين الناس. ابعت ورا الداهي ديبي. والله مين بده يشي بده يتذكر. اللهم صل على النبي، ما شاء الله حولك وحولك. خير يا ماما؟ شو بها رويدة؟ والله ما بعرف، يمكن عم تخلف. ما في حدا يجيب الداية ديبة. معقولة تعذبوا الداية ديبة وأنا موجودة؟ شو خلفت نبيها؟ إيه الحمد لله وجاب الصبي. إيه الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك وعبال عندك وعند رويدة خان. يا الله، يا ريتني قلت لرجدي ابن خالي نام عنا بالمضافة اليوم، كان راح معي. لا تخافي تقبريني، هلأ بس لف الولد وروح لعند رويدة خان وبشوفها. طيب يلا عجيلك شوي. إيه يلا يا خيل عيني، سخني لي شوية مي من هون لنلبسي ولا. يلا. يا رب بجاه الأذان يا رب، تهون على رويدة وتقومها بالسلامة يا رب. آه يا كرنيبة، فوق ما سترنا على بنتك وحويناها ببيتنا هيك بتعملي؟ بسيطة، الصباح رقع، والله لقلعك تقليعة الكلاب. شو صار؟ ولدت إن شاء الله؟ إيه الحمد لله، وشو جابت؟ صبي يا مو صبي، الله صلي على النبي، إيه مثل فلقة القمر. الحمد لله، اعطيني يا خليني بوسه. تقبر قلبي ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك، ان شاء الله الف مبروك. الله يسلمك. رح روح اتوضى مشان اصلي الصبح. يلا روحي صلي وارجعي لهم، وانا كمان بدي اتوضى وصلي. بدك تصلي يا كرنيبه؟ لك الله يصطفل فيكي. بصير ابن بنتك ابنه لوضاح وبيعيش بالعز والشهر، على القليلة ما حدا بيعيره وبيقول له يا ابن الحرام. بيت على هالعملة. لا
الحمد لله اللي شفتها لهالكرنيبة وهي عم تبدلهم. الله لا يوفقها لأرجع رجع الأولاد مثل ما كانوا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.